السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المشاهدون الكرام، أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم في حلقة الليلة من كلام حضارم. حلقتنا هذا المساء سنتحدث فيها عن فن من الفنون الحضرمية العالمية، التراث أو الدان تراثا عالميا. الآن الدان ما شاء الله أصبح فعلا فن عالمي وسيدرج إن شاء الله في التراث غير اللامادي، وسيكون له رواج على مستوى العالم. ونحن من ضمن هذه الحلقات كرسنا حلقة للحديث حول الدان وما يتعلق بالدان، واستضفنا مجموعة من الأخصائيين والاختصاصيين وأهل الدان، يعني مثل ما يقولون الدان له أهله. وفرقة الغنة بتريم لا شك أنها من أعرق الفرق الموجودة هنا في وادي حضرموت، فلدينا هنا عدد من الإخوة في فرقة الغنة. يا حيا وسهلا بكم، وحياكم الله، وجلسة إن شاء الله تكون مميزة ونظهر الدان بالمظهر اللائق حتى فعلا يتعرف العالم على هذا الفن الجميل من خلال الأخ سالم فرج التمور، أمين عام الفرقة. مرحبا بك أخي سالم. الله يسلمك سعد نزار، الله يحفظك. شكرا للقناة على هذه الاستضافة الطيبة التي نحن اليوم بضيافتكم إن شاء الله. يا حي وسهلا. وأجمل أن نجتمع يعني في الدان، هذا الفن العريق يعني، ونحن طبعا أهله. نعم. الدان هو مننا وفينا يعني، ليس غريب نعم علينا. نعم نعم يعني. جميل جدا، حياك الله. ومعنا أيضا المغني الشاب الجميل الصاعد صاحب الصوت الجميل حسن بمليص. حياك الله. حياك الله. بتحيينا يعني تحية عادية ولا باللحن ولا كيف؟ لو كان في صوت التحية كان أفضل. جميل كويس. ما نرجع لك جهز الصوت مدة ما نرحب أيضا بالشاعر صبري بصديق. مرحبا بك أخي صبري. حياك الله. وحياكم في هذه الجلسة عن الدان وما يتعلق بالدان. ربك حيا أخي نزار إن شاء الله، ربنا يعطيك العافية ووفقك. يا مرحبا وسهلا. ومعنا أيضا الشاعر عوض باشعيب. مرحبا بك عمنا عوض، وسعد جدا بوجودك معنا في هذه الجلسة. حياك الله. واكيد بتضيف شيء عن الدان وجلسات الدان ان شاء الله. نكون عند حسن ظنكم يا رب العالمين ان شاء الله. المشاهد حياكم الله. اذا خلونا نسبر ونبدا حلقتنا قبل الكلام بصوت من حسن بمليص ما شاء الله يتهيا يعني. اي صوت اختاره من الذاكرة يعني، تفضل يا اخي. يا دان يا دان يا دان يا دان يا دان يا لدان يا دان يا دان دان يا دان دان يا دان داني يا دان يا دان يا يال لدان يا دان يا دان دان يا دان دان يا دان داني يا دان يا دان يا لدان ذا فاصل ضاعت على الدرام في الأرض من شأنها بدو من شانها بدور، بسأل عليها وبدور لها في كل بندر، بسأل عليها وبدور لها في كل بندر. يا زين كلين يتمناك، يا زين كلين يتمناك، بسأل عليها وبادو ورلها في كل بندر. كل بندر يا زين كلين يتمناك، يا زين كلين يتمناك. عمنا عوض متفاعل مع الموضوع، ايش شعورك وانت تسمع الدندنه؟ الدان يجذبك احيانا عندما تكون تستمع له
تنسى نفسك صراحة، لو أنت تعاني من ألم يزول الألم. عجيب. لاحظ يا أستاذ نزار يعني وش قال آخر بيت، قال إيش؟ قال يا الزين كلين يتمناك. يعني أنتم اليوم جيتوا هنا عشان تتمنون هذا الزين يعني. يا سلام. تحفون عليه يعني. كلين كلين زين بضاعتي يا سلام. طبعاً أصبح الآن عالم يعني، والعالم الآن يطلبه يعني، لأنه بصراحة يعني فن محترم يعني يفرض احترامه على الكل يعني. وان شاء الله من خلال حديثنا ان شاء الله بعدين يعني كانه الدان هذا فن للذائقين ذواقين. والله بيني وبينك انا يمكن اشبهه بانه بلسم. تعرف انت كنت بتكلم نحن الدان قديما والدان حديثا طبعا. طيب طبعا الدان هو بحد ذاته اولا موروث شعبي غنائي ذوق هكذا. الدان قديما طبعا كان الدان يقام في الاماكن العامه، ما يسمونه اول ما بدأوا مع الجماله يعني الجمالة كانت يسمونه دان الجمالة. وكان الجمالة يستخدمون هذا الدان كغناء كفن كشيء ثاني يمكن يسمونه كبلسم. بلسم تضميد الجراح التعب والإنهاك. تعرف الجمالة زمان يعني ترحال يعني بالضبط يعني الرحلات الطويلة بالضبط يعني يروحون على أنفسهم بالضبط يعني هذا الدان هو بحد ذاته شوية يخفف المعاناة على. فأصبح اليوم شيء عجيب يعني. حتى انت اللي بتلاحظ الان في الوقت الحاضر يعني لا زال يفرض نفسه وسيظل يفرض نفسه يعني. ليه؟ لانه هو الاحترام داخل فيه. ربما موجود. نسميه سيد الفنون بالضبط. الشعبيه بالضبط هذه. يعني اذا كان هناك يقولون انه العماره ابو الفنون والسينما الفن التاسع في العماره اول الفنون هكذا يقال عالميا يعني. فانا ارى ان الدان بالفعل سيد الغناء يعني. جميل جدا. ايوه انت الان بتلاحظ في الوقت الحاضر روح لك اي مخدره روح لك اي سهره يعني بتلاحظ انه اول اغنيه مباشره يتسلطن عليها الدان. يعني لا يمكن ان اغني اغنيه شرعيه بدايه. لماذا الدان يجب ان يكون الاول؟ لا يستطيع احد ان يسبق الدان في بدايه الاغنيه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان الدان يجب ان يكون له المرتبه الاولى ثم بعد ذلك تاتي. وجلسات الدان لا شك انها جلسات كما اشرت فيها نوع من من الأدب من السلوك من الهدوء والصبر. إيش رأيك في جلسات الدان؟ صحيح يعني جلسات الدان حتى اللي يقصدونها واللي يأتون إلى جلسات الدان هذه دائما تجد فيهم أنهم من 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 شريحة معينة ذواقة نسميها. يعني مش اي انسان يجي مثلا يقصد الدان ويجي وممكن يتذوقه لانه بين بالعكس يعني ربما واحد لما يسمع الدان كذا يجيه النوم ولا حاله فعلا هذا كنت اللي كنت بقول لك يعني بعضهم هكذا يقول لك جلسه الدان والله بنروح بنشوف الدجال يسمع له بس شويه صوت صوتين وقام يعني بيت بيتين يسمعها وقام يقول يعني ايش اللي لكن الذواقه الناس الذواقه لانه يتذوق لحن يتذوق كلمة يتذوق أداء صوت أداء أيوه. وأيضا السكوت والسكون اللي يخيم وكل يعني دندن وكل هذا له روحانيته. حتى لما تجلس أنت جلسات الدان اللي معتادين على الهيصة على قولهم ما بتناسبه. سبحان الله. العماوض قبل شوية قال إنه يعني لو أنت مريض إيش فيك من المتعوب يعني. وأنت ما قلت بلسم يعني. بلسم. هو تعرف يشوف على فكرة شفرة هي ثلاث أحرف دال وألف ونون. دان. من الدال والألف والنون تستطيع أن تكون لك لحن فظيع يعني تكون لك أغنية من ثلاث أحرف يعني شوف دان دندنة دندنة ودان دان يعني ألحان شتى وأنواع طبعًا الآن. وطرب جميل. طرب يعني. جميل طبعًا. من خلال ثلاث كلمات. يعني دائما الحضارم يعني دائما ابدعوا في مجالات عديده يعني وابدعوا في هذا المجال الدان حتى انه الان بدا بالفعل انه لازم يفرض نفسه عالميا على الساحه العالميه وياخذ حظه مثل بقيه الفنون العالميه الاخرى يعني. هو فعلا تراث لا مادي وتراث عالمي بالضبط. نعم. واليوم عدو حكر على الحضارم ولكن ابدا يعني اصبح عالمي. ليس 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 ملك لنا يعني اصبح ملك لنا. نعم لانه فن عالمي فعلا. وتلاحظ انه في السنين الأخيرة بدأ ينتشر حتى عند الشباب. بدأوا حتى عند الشباب يعني الشباب ما يحبون الدان ولا كيف؟ الشباب في البداية كانوا ما يعرفون شيء يشوفون مثل ما قال أخ صبري أنه الدواقين يضيعون أنفسكم في هذا الكلام قالوا آخر الليل مش عارف إيش لكن لما يتذوقوا صح الآن بدأ. نعم يعني تمر الساعات سريعة فيما صح. أسمع يعني أنه لكن يعني لو تفكر هؤلاء يعني حتى اللي يحبون الهيصة والرعشة وهذه أساسها أصلاً ما جاءت إلا من دندنة شاعر جلس ودندن وضع كلام وملحن دندن ووضع اللحن
ومغني دندن حتى ثبت اللحن هذا، ثم صحبته الآلات والإيقاعات وهكذا، وسرعوه يمكن شوية كذا هكذا. كل بلا شك انه كل الاغاني وكل انطلقت من الدان، انطلقت من دندنه، انطلقت من دندنه، دندنه بقى الف نون يعني، ها ده الف نون يعني، وكل الطرب بشكل عام يعني منطلق من هذا يعني، هو دي ان ايه يعني، شفت بس مع اختلاف ال دي ان ايه طبعا. هو كان في السابق محصور على مستوى بعض اسر زي في تريم مثلا، ما تجد الدان الا في البيوت الضخمه عند الحبايب الساد، يعني باعتباره يحتاج الى متطلبات مثلا معينه في جلسه الدان، يجب ان تكون 1 2 3 ما يقدر عليها الانسان العادي. نعم، هي الجلسه المنظمه هذه قد تكون زي ما قال عم عوض تحتاج الى اسر، ايوه، لانها لها طبعا عناصر فيها، ايوه، وجود الجو المناسب، وجود عده الشاهي ايضا، اللي الشاهي نسيتون عن الشاهي، شرفنا اللي ارتبط هذا بشكل مباشر مع الدان، ايضا هؤلاء اللي بيتجمعون اصحاب الدان واصحاب الهايس واصحاب الشعر يحتاجون طبعا الى شيء يحفزهم حتى يحضر ويجي ويلقي قصائده ويلقي، فيكون من دعا إلى هذه يكون إنسان ميسر لذلك. ولكن ما يمنع هذا أنه الجمال عندما كان يلقم بعيره يدندن يدندن، وهذا أساسه هنا، أساس الدان كان في الجمال عندما يلقم بعيره وعندما يحمل على بعيره وعندما يسري به في المسافات يعني الطويلة يدندن. حتى كانت الجمال عندما يحدو الهادي يحدو لها يتأثر الجمال، كانت تمد في سيرها، عندما تسمع الجمال تسمع بصوت الدندنة تعود على حدها تمد في سيرها. على فكرة يعني من كلام شاعرنا صبري زميلي، يعني كان واحد يقول لي من تريم، يعني شاعر معروف طبعا، شاعر دان الأخ عبد السعد الله زميلي أنا يعني في الفرقة شتوي. معروف شتوي طبعا، لبل نفسها يعني سبحان الله، يعني طبعا اللي بل لها خلقه عظيمه طبعا. نعم. عندما احيانا تشيل بالصوت يعني مباشره يقول لك الاذن هكذا تعمل، وكانه الان بدا يتجاوب مع الحساس طبعا مع انغام الدان. لما قلت لك انا يعني دان استطاع ان يتغلغل يعني بكيان وعاطفه الحيوان، فما بالك بالانسان يعني. يا سلام يا سلام، يعني هذا الاحساس بالضبط. حسن لما تغني انت ايش تشعر بالضبط يعني؟ انا صراحه يعني بالنسبه للدان أحب الدان، وطبعا أغني طرب دان برضو، وحبيت أن أغني اللي ما تغنت عادة لما تغنت الدان هذا غنيته إيش طرب، يعني مسرع اللحن ولا كيف؟ لا. إيه الفرق بين الدان والطرب؟ هو أصلا الطرب هم يغنوا دان يعني زي حقنا الدان هذا مجلس يعني، لكن أنا غنيته طرب. ممكن نسمع كذا نموذج بس عشان نموذج نعرف في دان غنيته طرب طبعا، يقول جبر الهواء والعشق بيته على راس الحنش دحق، مثل العمي دحق زراعات العمل دحق صيحت بالغفلت من اللي نحزره لما بداه فارق، والناس حسبونا دوام من صاب حلا. غنيته طبعا طرب، ده لاول مره غني طرب، ولا احد عاد غنى. نسمعه الان شويه كذا، ايش رايك؟ يقول جبر الهواء والعاشق بيته على راس الحناش داحق، مثل العميد حق زراعات العمل دحق، غفلت بال صيحت من اللي نحزره لما بدا فارق، حاسبوا على راسهم الحافس ودعا على شقين مفروق، هذا مستور، حاسبوا على حاف اسود على شقين مفروض. صوتك جميل يا حسن، ايش تاكل؟
لا ما شاء الله يعني صوتك حسين يعني انت حسين صوتك حسين ما شاء الله تبارك الله. هذا صوت طربي ها؟ نعم. وصوت الدان هذاك اللي فيه ال في صوت ثاني عادوا يقول ذا فصلية حيا ليالي كل من سرى في ليلها جوال يا ريتني باله ببالي على الخطر وعلى البال ليه على الخطر وعلى البال. نقول إنه الدان وقف عند حد معين مثلا الشعراء القدامى والمغنيين القدامى بل تطور الآن وأصبحت في دانات جديدة وفي ألحان أيضا جديدة. جميل. طيب قبل جديدة في ألحان متعارف عليها في السابق مثمون ومخموس ومسدوس مش عارف إيش بالضبط. ممكن تعطينا احنا فكرة بس حول القصة هذه أوزان يسمونها أوزان الشعر. إذا في أوزان وفي ألحان. أيوة. ممكن نعرف الفرق بين اللحن قد يكون مثلا لحن ولكن الوزن نفسه قد تجده بلحن آخر نفس اللحن نفس الشعر نفس الوزن بس بلحن آخر تجده يعني الوزن الشعري كمخموس أو مثمون أو بل حتى وزنه كتفعيلات يعني تفعيلات في البيت نفسه تكرار الأبيات نفسها تجدها في دان آخر في صوت آخر بنفس ال نميز هنا نفرق بين له بين الوزن واللحن الصوت والوزن واللحن على سبيل المثال على فكرة يا أستاذ نزار يعني أنه نحن نعرف أن الشعر الدان هو عبارة عن أبيات شعرية أكيد يعني. نعم أيوة. طبعا هناك في بحور معروفة بحور الفراهيد يعني الطويل والبسيط والمتين وإلى آخره. نعم. على كل حال أنه في الآن في الوقت الحاضر في بحور أيضا لشعر الدار طبعا في الأخ الباحث جيلاني علوي الكاف طبعا له كتاب شهير اسمه الدان فن وتقان يعني ابرزوا فيه انه ايضا للدان بحور موجوده لانه في تحصل احيانا بيت يعني يعطيك من مثلا في حنيه انه بالاخضر يعني هذا فصل حن هذا فصل حن انه بالاخضر بتحصل احيانا بيت منه من كلمتين وفي بيت احيانا طويل بعكس البحور الشعر العادي يعني يكون الشطر زي الشطر او زاد طويل وفي قصير ولكنها لها بحور ولها اتقان يعني فن. ليس لها ميزان شعري شوي. ايوه لها ميزان شعري نعم قد تسقط مثلا تجد مطلع الصوت هذا يسقط على البحر مثلا الرمل كامل يسقط بدون اي ذاك يعني تفاعيله وكل شيء على البحر الرمل لكن البيت الثاني فيه بحر اخر قد يكون من الرمل حتى ولكنه فيه طريقه ثانيه يعني فيه علل ما كانت في البيت الاول في العلل والزحافات مدري ايش زي ما يعرفونها اصحاب العروض يعني في تسميات لها برضو البحور اللي ايوه هذا هذا يكون من 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 وزن ثاني يعني من بحر شعري يعني آخر. يعني بيت الدان بيت خاص قد يجمع جميع البحور في بيت واحد يعني بهذا الشكل. اذا سنتعرف على هذا بالتفصيل مع بعض الالحان الجميله والصوت الشجي هذا من اخونا حسن في جلستنا هذه جلسه الدان بعد فاصل قصير من كلام حضار. كونوا معنا في حلقه هذه الليله فتابعونا. عدنا لكم يا الأعزاء في حلقتنا هذه من كلام حضارم وجلستنا حول الدان وفن الدان الذي أصبح اليوم تراثا عالميا وفخورين جدا بأن يكون الدان الحضرمي في هذه المكانة وهذه الدرجة. ومعنا أخواننا من فرقة الغنة بتريم للدان الحضرمي مرحبا بكم من جديد وجلسة الدان بالصدق يعني استمعنا إلى الأصوات الشجية بس الدان أخي سالم طبعا قديم
يعني له شعراء ولحنوا السابقين يعني ابرز هؤلاء. طبعا الشعراء معروف العميد طبعا عميد الدان معروف يعني حداد بن حسن بن حسن و عبد القادر الله يرحمه كان مدرسة ايضا وشاعر دان معروف. طبعا ماتوا عندنا مثلا كان في الفرقة شعراء ايضا الله يرحمهم شاعر بن سالم علي معروف مساعد شاعر. يعني هل شعراء الدان خاصين بس بدان ولا يقولون الشعر الثاني الغنائي؟ طبعا انا شوف الشعر انا اقول انه اقولها حاجه واحده انه من يتقن الدان من يتقن الدان فهو معول ليس دولي يعني ليس دولي غنائي يعني يقدر يبدع في ماذا؟ في اي شعر غنائي. كل مغني دان او كل شاعر دان يمكن يعطي شعر عادي في اي قصيده. يعني كان الاساس هو الشعر الدان اذا اتقنته فالباقي بالضبط الباقي خلاص يسهل عليك يعني. وحتى الان الفنان انا اقول انه الفنان اي فنان يجيد صوت الدان اغاني الدان فانا اعطيه على طول مباشره. لكن مش كل فنان الان يجيد الدان احيانا في اغاني صعبه يعني ليس بالبسيط لانه قلت لك هو فن راقي يعني يحتاج الواحد انه يتعامل معه بكل حذر يعني ليس فن انه هكذا يعني لمن فن يعني هو فرض احترامه على الفنان وعلى الجمهور وعلى الشاعر يعني. وفرض ايضا سيطرته وسلطنته وكذا يعني حتى على فكره يا اما انك تتقن كفن دان ولا بعد بالضبط. حتى انا اعطيك مثال لان كنت تحدثت قبل شويه عن كيف انتقل الدان الى الطرب يعني على فكره انتقل الدان الى الطرب مش هو اللي انتقل يعني الطرب هو طلب الدان الطرب هو ادوات الايقاع هي طلبت الدان للجمال الموجود في الدان لكن بحذر وكانه يقول الدان انا ساظل رزين العده قد يكون ولا هو في بدايه الدان لم تدخل فيه أي ادوات ألا. الطرب كان هكذا صوت بس برضه يعني بس حسب الوزن يعني كانه في ايقاع يعني الايقاع داخل وسطه يعني داخل يعني ايقاع بدون ايقاع لو ايقاع احسن في الموضوع هذا نشوف ايقاع بدون ايقاع نشوف رايح بس على فكره يعني عندما اخذته الادوات الطربيه ايضا احترمت الدان عندما يعني الدان سلطن على الطرب ولا الطرب سلطن على الدان جميل. فاصبحت الالات الطرب هي التي تتبع الدان وليس الدان يتبع الات ليش الطرب. ايش رايك حسن في القصه هذه؟ كلام مضبوط يعني هل فعلا صعوبه في اداء الدان ولا ممكن انا اغني في صعوبه واهم حاجه الاحساس احساسك بالايقاع وبالعده كلها بالفرقه كلها الالات كلها لا قصدي كدان اول بدون الالات وبدون يعني انت لما جيت تغني لي دان دان يعني هكذا بدون الات بدون شيء يعني ايش الاشياء اللي تشعر انك تحتاج الى انك تضبطها بشكل قوي يعني لما تعلمت الدان انت كيف تعلمته؟ انا اول تعلمته يعني روح انت حابب انت مقرد اصحاب مقرد دان دائما عندهم هناك اسمع الاول من الاصوات الاوليه من عمي عوض من يسلم طبعا الثاني صالح صنقري وحب انه يجلس جالس يعني عندك الهوايه كانت الرغبه توفرت عنده الرغبه يعني صح. حد من الاسره مثلا كان يغني ولا شيء الوالد طبعا اخواني اثنين ها ما شاء الله والدي طبعا يقول الشعر ما شاء الله يعني الاسره كلها فنية يعني يتاثر الانسان بالاخر يعني بالضبط. اول دان غنيته يا حسن اول صوت اول دان غنيته يلا هطلبك لتجمع عبادك لوا مرة عود العصر ليعد على أهل السلامات نسم الحبل شوف الحبل يا ربي فيه زرة لا تخلي على عبادك يبطي الحبل مزرور نسمعه وبعدين ننتقل لعمنا عوض يلا اطلبك لتجمع عبادك لو مرم عود العصر ليعدى أهل السلام نسيم الحبل شوف الحبل يا ربي فيه زرم لا تخلي على عبادك يبطي الحبل مزرور لا تخلي على عبادك
يبطي الحبل مزرور. هذا اول ما غنيته ما شاء الله بصراحه يعني صوت متقن. ايش رايك عمرو في الصراحه؟ صوت جميل. صوت جميل يهزك من داخل. على فكره هو عنده اثنين اخوان برضو يغنون. نعم مو ذكر ذلك. نعم اللي هو حسين ومحمد. نسمر نحن وياه. عمرو انت من متى وانت تعشق الدان هذا؟ انا ما عاد اذكر من متى، من سني صغير بصراحه. ها من زمان يعني جلسات الدان دي عاصرت فيها كثير من الشعراء القدامى والملحنين. نعم. ربما ايوه عشت مع بن سالم علي فقيهان احمد فرج ايضا شقيقي صديقي العزيز المرحوم حسن عبد الله بحارفة. هذا اول واحد عرفته من الشعراء عندما كنا نعمل مع بعض في ايام الاشغال العامه. نعم ولكم جلسات تجمعكم ولكم نجلس في البدايه كنا يعني على قولهم ركاك كذا ماشي ذاك الشعر محاولات. ايوه في البدايه دائما الانسان يبدا بالشكل هذا ومع الايام وكنا ما نسمر الا على صوت معين وبعدها حاولنا نقلب الاصوات. انا اعتقد انه اكثر شيء شهر الدان هم الفنانين ومنهم الاول عدروس الكاف عدروس بن سعيد الكاف. الثاني محمد جمعة خان أيضا أول من قام بغناء بطرب عود وإيقاع فقط. بعدين دخلت الآلة الربابة الكمان وعلى راسهم طبعا أبو بكر سالم مرحوم. ما شاء الله تبارك الله. على ذكر بالفقيه طبعا لا ننسى أنه الفقيه كان في يوم من الأيام الرئيس الفخري للفرقة. ها ما شاء الله. عشان مشاهدين عشان المعلومية يعني يعني مات بالفقيه وهو رئيس الرئيس الفخري لفرقة الغنة للدان الحضرمية. وكذلك من الشعار يعني الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار. يعني الشاعر هذا ما شاء الله عمل حسين أثرى الدان يعني سواء الألحان القديمة أو الألحان لأنه هو شاعر وملحن في نفس الوقت. نعم فله ألحان أيضا دان جديدة وتغنى تغناها سواء أبو بكر سالم أو محمد جمعة خان أو كرامة مرسال ربنا يغفر لهم ويرحمهم كلهم وزبيت كندارة وغيرهم. يعني هذه ألحان وكلمات الشاعر حسين أبو بكر المحضار. كان شاعر دان إضافة إلى أنه شاعر غنائي يعني الأغاني الأخرى ولكنه في الأساس هو كان شاعر يسمر دان جيتريم. كان في دار وكمل الأيقونة كامل المشهد كامل طبعا الفنان أبو بكر سالم الفقيه عندما نقل الدان إلى الجزيرة في الخاري طبعا. نعم هذا طبعا يعتبر سفير الدان خارجيا يعني. نعم نعرف في دانات أخرى ولا دان حضر من حقنا ذا المعروف ولا في دان مش قاصي دان ساحلي دان بدوي دان إلا في أنواع هذه. هو الدان اللي نحن نتكلم عليه الآن الدان الحدري هذا اللي كان محصور في شبام إلى تريم. شبام إلى سيون ولا تريم. هذا الدان الحدري الريض يسمونه ولا شيء. الريض يعني هادي شوية كذا لحن كذا. أيوه وفي سلطنة حسن بن الليث ما شاء الله تبارك الله. ولكن في دان أيضا الدان المشقاصي مشقاصي أو الساحلي لحن آخر وطريقة ثانية. المشقاصي لحاله والساحلي هذا فيه 77 نوع ما يمكن تحصر يعني فيه الهبيش والغياضي بالإضافة إلى المعلوي. المعلوي اللي فيه يشمل الدحافة والرصات هذه أيوة حفة ومش عارف إيش هذا. فلا يمكن أن احنا نحصر نقول الدان ولكنه أساسا الدان من الدندنة كما أشار الأخ سالم أنه كانت أول دندنة سواء من الحدي حق الجمال أو للأعمال أو لتسلي في الزواجات وغيرها. ومن هنا نشأت الدان بأشكاله المختلفة. نعم طيب الآن لما نقول الدان فن عالمي وتراث عالمي هل في أشياء خاصة يجب أن تكون في جلسات الدان في أشعار الدان يعني هذه ستاندرد أمور يعني ما فيها صفات يعني إيش اللي يجب أن يحافظ عليه الدان؟ هل الشعر يجب أن يكون يعني بشكل معين؟ الألحان بشكل معين؟ الجلسة تكون فيها واحد اثنين ثلاثة؟ هل هناك يعني شروط معينة؟ الجلسة أنا بتحدث عن الريض حقنا. نعم وحديثنا أيوة الحدري هذا لأنه أتمنى أن تكون يعني تستضيفون أيضا في حلقات أخرى
الدان المشقاصي والدان المعلوي وهذا وتكون له لانه فنون مستقله يعني ولها، ولكن عندنا جلسه الدان لها عناصر. نعم. يعني اذا اختل واحد من العناصر، عناصر رئيسيه وعناصر مكمله. نعم. العناصر الرئيسيه هي مغني اول ضروري، مغني ملقي. ما تكون جلسة دان بدون مغني وشاعر. ركايز هاي تعزيز. مغني وشاعر رئيسيين. الملقن يعني مرتبة ثانية. مرتبة ثانية. لكن عنصر الشاعر نفسه ملقن يعني. في عنصر أساسي. ممكن يستغنى عن الملقن، ولكن لابد ما تكون جلسة دان بدون مغني ولا شاعر. إيش اللي بيحصل؟ أيوة. مغني وشاعر ملقن. في أشياء أيضا تأتي مكملة مثل عدة الشاهي، داير الشاهي. وحتى جودة الشاهي أيضا تأثر على جودة يعني. جودة الكلمة اللي تلقى أو يمتدحون داير الشاهي وصاحب والمكان أيضا. على فكرة كنت ما يطيب في قبل ما ناتي قلت له ليش ما استخدم القهوة إلا يعني لماذا يعني الشاهي فرض نفسه وجوده على الدان يعني. طبعا بتلاحظ الشاهي يعني الشاهي بحد ذاته لعدة الشاهي نفسها شوف لحظة بتلاحظ القهوة دلة وفي أنوار، لكن الشاهي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مصفوفة جميلة يكون حلوة هكذا يعني البخاري والفنجان والمش عارف ايش بتلاحظ في 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 ذوق وفي فن يعني والملاعق والأشياء هناك وصف الحنة تلهم الشعر أحيانا عجيب وكثير يتغنوا بالحنة الملاعق ايوه يا داير الشاهي تفضل تفضل اسق لنا من كاس شاهي ايوه نعم ايش كنت تقول عم عوض؟ حول الدان قلت لك ما يطيب في اماكن عامه ساحه مثلا فضاء مفتوحه وفوضى يحصل يزين احسن في البيوت وغرفه معينه والعدد من الناس برضو لا يكون كثير بعض الناس تسمر معهم ما يتكلمون قبل فتره في ايام الحول في سيئون سمرنا في مكان اسمه حبشيه حضروا الناس عقال يعني تعرف كيف تجيب بيتك وتسمع المغني والجالسين معك يذوقون لا خطاب لا ازعاج لا كلام بل يرتاحون للبيت الزين وتسمع اصواتهم ترد معك هنا يتشجع الشاعر عندما يحس ان اللي حواليه زي ما قال فريد الاطرش قال له ايش اللي ياثر في حاله تكون في المسرح قال انهار عندما اشوف احد المستمعين او المشاهدين يحمل مجله يقرا فيها وانا اغني تطنيش هذه ذكرنا الفنان ابو عبد الله هشام محروس يعني كان يقول يعني انا استغرب يعني انا جالس اغني اغنيه واثنين هناك جالسين يتبايعوني في شراء سياره وبعدين يقول يا ابو عبد الله ابغى اغنيه الفلان يعني يعني انت قبل شويه تبايع وين الذوق وين اذا هذا من شروط جلسات الدان حتى فعلا يكون له رونق ويكون له وسمرات الدان تستمر الى متى يا حسن ممكن لو بغيناك تغني الان الى متى بتستمر ساعه ساعتين ثلاث ساعتين ثلاث يعني اربع ساعات خمس ساعات طبيعي ما عندك مشكله ما تتعب ما لا خلاص انا يعني انسيام على الشعار والتفاعل عجيب والله نسمع من على فكره الدان كل ما دخلت الغدر كل ما دخل على الظلام كل ما زان يعني وبتلاحظ الان سمرات الدان دائما احيانا تنتهي الساعه 3:30 تمام يعني وكان مش عارف الدان يعني وكان يحب الهدوء والسكون وهكذا هذه ميزة في الدان جميلة يلا نسمع إذا خلونا احنا نسمع كذا صوت جميل ومرعوش في هذا الهدوء وهذه السكينة والمشاهدين يتابعونا احنا في هذه اللحظة حلو انه بالاخضر يعني ايوه حاجة كذا حلوة يا دان يا دان يا دان يا دان يا ليلى يا دان داني داني يا داني داني دان يا دان يا داني 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 يا دان داني يا دان دان يا دان دان يا دان دان يا دان يا دان
دفى صلحان يا النوب الاخضر خرمان بام سمحانيناك غبت علي فيا توادي دورت لك في كل بندار لا لاقت لك من يوم غاب بطل صوتك صرت عمي لا اسمع ولا اشوف حياك من يوم غاب بطل صوتك صرت عمي لا اسمع ولا اشوف حي الصوت فعلا ما شاء الله. طيب الحان الدان هذه من اول انتم تاخذونها كالارث يعني اصوات سابقه وقديمه ربما تركب عليها بس اشعار. هل في اصوات جديده الان في الوقت الحالي؟ بالفعل في اصوات في زي ما ذكرت لك انه في الحان جديده يعني انا دحين شو اصوات تقول لي هذا وانا وزن وحتى انا تلخبطت في انا بكمل لك الان في الحان جديده الحان جديده نعم واوزان ايضا في سابقة يعني الاوزان السابقه للمخموس والمثمون هذا هي على الاوزان السابقه هذه المخموس والمثمون والمسدود ركبت الحان جديده ايوه بس تركبت عليها الحان جديده وايضا فصول جديده اصوات جديده نسميها صوت هذا مثلا صوت يعني تاسس على كذا بعدين ممكن يفصلون عليه تجي فصول بعدين على هذا الصوت لكن اساس الصوت اللي تلحن هو هذا يقولون له الصوت عندنا من اللي يلحن هذه الاصوات عندنا العم عوض هنا ما شاء الله ملحن يعني لا له صوت له صوت يقول الصوت فيها شو يا عم عوض ايش الصوت يقول؟ يقول برقت ورعدت نعم. وقلنا بتقع شربه هنيه وبيعم الخير برضي والهنا لحظه وكفت وساعه والسماء قدها خليه ولا نعم ذي في المدنه وفي الخلاء وتفرقعت ذيك السحب من بعدها والعكر زاد كل ليله الشاره تحوم لكن عاد الله ما اراد هذا لحن جديد صوت جديد لكن لحن من لحن يا عبد الله هادي عبد الله هادي بريك على فكره عبد الله هادي من الاصوات او من الاشخاص الذين يعني ابدع الاعلام اللي بينك يعني بعيد عنهم يعني ما قلت لك انا قبل شويه انه صعب في الوقت الحاضر تلحن لي او تجيب لي صوت لحن جديد للدان يعني شوفوا الدان قلت لك انا اغنيه يمكن تلحنها باي لحن لكن لحن الدان شوية يحتاج إلى صعوبة بالضبط إذا ممكن نحن نسمع أبيات وأصوات على هذا الصوت الجديد واللحن الجديد ممكن نركب عليه شيء حسين ما قد جربت شليته يا حسين ولا يعني من الأبيات الجديد يعني إذا خلونا بعد فاصل نعم بعد فاصل قصير إن شاء الله سنكون مع أصوات جديدة وألحان جديدة للدان الحضرمي الذي أصبح اليوم تراثا عالميا كونوا معنا في كلام حضار بعد هذا الفاصل لنستمع وإياكم ونستمتع بالصوت الشجي والألحان الجميلة كونوا معنا بعد قليل عدنا إليكم أيها الأعزاء في فقرتنا الأخيرة من هذه الليلة من كلام حضارم وحديثنا وكلامنا اليوم مع مجموعة من شعراء ومغنيي الدان واللي جلسنا معهم هذه الجلسة مع الشاي والحنظل والشغلات هذه اللي تخص الدان واكتشفنا أنه في ألحان جديدة وأصوات جديدة وكذلك غناء جديد فخلونا في الفقرة هذه نستمتع فقط بهذه الأشعار والألحان والأصوات الجميلة مع ضيوفنا الكرام نترك المجال لحسن عشان تبدأ في الدندنة مدة ما يجهزون الشعار الأبيات تفضل ايش عندك تعليق على البيت ولا على اللحن ولا على شيء بتعربه ولا حاجة مثلا تفضل سالم بالنسبة الفصل هذا اللي بجيبه طبعا هو فصل جديد هو من كلمات الشاعر سعيد فري سرور يعني طبعا معروف سعيد فري سرور اللي هو أبوه
خليل النوبي. نعم. سفير السلام هذا ابوه طبعا جاء فصل اللي يكون يقول فيه غلطة الرسام منها صرت ضحية غصب يا سامي عدها بزام لي ليالي عشر مترقب على مترقب على زامي ان عطينا ما خذينا عكسة الدنيا الدنيا علينا وان ظلمت يوم باي يوم ما يفلت الظالم من المظلوم هذا الفصل اللي جاب. طبعا اعطي لي هذا الملحن اللي هو عبد الله هادي عبد الله هادي وضع له اللحن الان اللي بتسمعه من خلال هذا. وطبعا بعدين الفصل ياتي شعار يقول لك ذا فصل ذا فصل معناته انه على بناء جديد على يعني. بناء جديد يعني عرفت. نعم. والان طبعا بيسمعك الفصل نسمع كلنا مع بعض والمشاهدين جاهزين انهم يستمعون وكلين يعني الان منصت تفضل. دان يا ليدان 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 دان يا دان يا ليدان دان دان يا ليدان دان دان يا ليدان يا ليدان دان 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 ليدان. يقول لك شل صوت الدان شل صوت الدان يا حسن نسم بصوتك قلب كل سالي بعد بالألحان خلنا ننسى همومي ينشرح بالي بعد بالألحان خلنا بنسى همومي ينشرح بالي بالي في القناة الحضرمية اللي لها شهرة قوية في برامجها وفي الإعلام في برامجها وفي الإعلام وفي الإعلام هي حققت للحضرمي الأحلام. يا سلام في برامجها وفي الإعلام هي حققت للحضرمي فاصل شل الدان. نعم أحلام فاصل شل الدان يا حسن نسم صوتك قلب كل سالي يا حسن نسم صوتك قلب كل سالي بعد بالألحان بعد بالألحان خلنا بنسى همومي خلنا بنسى همومي ينشرح بالي ينشرح بالي على القناه الحضرميه على القناه الحضرميه لها شهره قويه لي لها شهره قويه في برامجها وفي الاعلام في برامجها وفي الاعلام هي حققت في الحضرميه اعلام هي حققت للحضرمي احلام داننا الوان داننا الوان الوان مع اللوي حدري ومش قاصي ويمالي يا سلام داننا الوان مع اللوي حدري, حدري ومش قاصي ويمالي يطرب الاذان يطرب الاذان يطرب الاذان نعم بالصوات الحاليه مغنى وموالي بالصوات الحاليه مغنى كل نغماته شجيه ايوه العبتيه والعكيه كلها في غايه الاحكام يا سلام يا سلام داننا الوان داننا الوان معلوي حدري ومشقاسي وجمالي معلوي حدري ومشقاسي وجمالي ومشقاسي وجمالي يطرب الاذان يطرب الاذان بالصوات الحاليه مغنى وموالي وموالي كل نغماته شجية كل نغماته شجية بالبتية والعكية بالبتية والعكية
كلها في غاية الأحكام حققت للحضرمي الأحلام حققت للحضرمي أحلام كنا نضيف بيت ولا؟ نضيف بيت شوكة الميزان غن شوكة الميزان شوكة الميزان ما تجامل ما تجامل يا عوض ما تجامل يا عوض والبرع التالي والبرع التالي حكم الأركان حكم الأركان كان قصدك بتعمر قصر كان قصدك بتعمر قصر لك عالي قصر لك عالي لا تخليها همية لا تخليها همية وانت لك مقصد ونية وانت لك مقصد ونية مقصد ونية ضبط الحسبات بالأرقام ضبط الحسبات بالأرقام هي حققت للحضرمي الأحلام وانتم ما شاء الله الليلة حققتوا حلم جميل في هذه الجلسة جلسة الدان الحضرمي الأصيل أخ سالم نحن في نهاية الحلقة تماما واستمتعنا وإن شاء الله المشاهد كذلك استمتع كلمة كذا في الختام والله كلمة في الختام أول أنا أشكرك أنت أخي نزار حياك الله على هذه الاستضافة الجميلة وأشكر أخواني الطاقم الإعلامي لقناة حضرموت نعم أسطورة الأرض والإنسان طبعا الله أكبر التي نحن نفتخر فيها كحضارم أكيد أقول حاجة واحدة أنه فترة الساعة هذه طبعا الدان لا يمكن أن يستوعب هذه الفترة أنت حسب ما بتعرف نحن جلسنا 3 أيام في نقاشات فقط يعني جلسوا ساعات ساعات في تحليل كلمة الدان دان في الدندنة نعم فما بالك بهذا المعجم القاموس الكبير نعم الدان طبعا الدان بحر ومحيط كبير واسع ولكن نقول أنه الآن الدان مدام الآن عمالقة أكيد راحوا ولكن ظهروا شعراء جديد نعم. أقول أن الدان لا زال بخير طالما الملحنين الموجودين طالما الاهتمام من قبل الدولة موجود طالما بصيص الأمل موجود الآن بإضافة هذا الفن العريق إلى التراث المادي نعم مسيرة نعم. وقافلة التراث الإنساني نعم. إن شاء الله ننعم بكل خير ونتمنى إن شاء الله من السلطة ووزارة الثقافة ومكتب الثقافة الاهتمام بهذا الموروث اللي ما له من مكانة وأهمية بين أوساطنا لأنه نعم. أصبح الآن ليس ملكنا أصبح ملك العالم أجمع نعم شكرا جزيلا لك حسن سعدنا بهذا الصوت الجميل والألحان الشجية ما شاء الله عليك ربنا يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله الله يعطيك العافية كلمة أخيرة ولا شيء كل شيء تمام نشكرك أمورك طيبة الله يحفظك ان شاء الله الان استمتع بالشاي والحمد لله ما عندك مشكله صبري ما شاء الله تبارك الله ابيات طيبه يعني نشكركم طبعا هذا من كرمكم ومن لطفكم ما شاء الله ونحن مش اهل لهذا المكان في ناس منهم يعني متمكنين اكثر هي بصمه الواحد يضع بصمته ولا شكل الكل يعني ولكن هو امتثالا لامر رئيسنا رئيس فرقه نحن سعدنا بهذه الاطلاله الجميله الغنى للدان الحضرمي طبعا الفرقه ما شاء الله لها مشاركات الحمد لله قبل ايام عادهم جاءوا من المملكه العربيه داخل وخارج الوطن يعني من المملكه العربيه السعوديه كانوا شاركوا في المؤتمر الدعوة الإسلامية الدول الإسلامية نعم ما شاء الله وكانوا أيضا في مصر شاركوا فيها في الأوبرا نعم نعم, نعم. تابعنا هذه الأخبار كلها نتمنى من الدولة أيضا أن تهتم بهذه الفرقة كونها يعني أظهرت الدان على أصوله إن شاء الله على منابعه القديمة يعني إن شاء الله نعم عم نعوض نختم بكلامك تفضل أيوة نشكر قناة حضرموت وأخص بالذكر أنت والطاقم الإعلامي حياكم الله وأقولها صراحة أن قناة حضرموت لها بصمة في نشر الدان وأول من قام بتصويره في الآونة الأخيرة يعني نشر الحلقة اللي قامت بها دار المعارف هذه اشتاعت وإن شاء الله تكون لنا جلسات دان حب أن تستمر تكون جلسات يعني خالصة بالدان يعني ما فيها كلام ولا فيها تعريف ولا فيها شيء إن شاء الله في أوقات قادمة شكرا جزيلا شكرا نعم سادة أحب كلمة بس طبعا لرئيسنا رئيس الفرقة نعم رئيس عيدروس نعم
العيد روس طبعا الذي نسق هذا اللقاء. نعم والذي جاء معنا نعم طبعا نعم بدون شك. تحية لك عيد روس طبعا للاخرين وجهوا له كل التحية والشكر. الله اكبر. نعم, نعم, نعم شكرا جزيلا لكم. كنا في هذه الحلقة من كلام حضارة مع اهل الدان وجلسنا وتعرفنا على الدان, وان شاء الله يكون الدان اليوم يهوى كل مشاهد سواء كان في حضرموت او في خارج حضرموت, لانه اصبح تراثا عالميا. نلقاكم باذن الله تعالى في حلقه اخرى من كلام حضارم في موضوع اخر وضيوف اخرين. شكرا لكم ودمتم في حفظ الله وامانه, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.